أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. لاحظت بلي بزاف منكم اللي راكم تحوسوا على مواضيع تاع السنة الرابعة ابتدائي تاع الجيل الثاني. على هادي راني رايحة نبدا معكم ندير معكم فروض واختبارات تاع الفصل الثالث الخاصة بالرابعة ابتدائي لكل المواد، يعني جميع المواد رايحين نطرقوا لهم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله انا رايحين نديروا موضوع اللغة العربية تاع السنة الرابعة ابتدائي. هيا نبداو. اذا اول حاجة التلميذ قبل ما يحل اي موضوع لازم يقراه على الاقل 4 مرات باش بعدها يتطرق الى الاسئلة. نقراو النص تاعنا. يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انتصار ثورته المباركة على الاستعمار في 5 جويلية من كل عام، وتكون الفرصة ثمينة لنتذكر شهداءها ومجاهديها الذين صنعوا النصر، ونجدد لهم العهد على حمل الأمانة وصيانة الاستقلال واستمرار العمل من أجل الجزائر. ولقد كتب الأدباء والكتاب عموما والعرب على الخصوص كتبوا عن الثورة الجزائرية، وكان الإبداع سلاحا يضاف إلى السلاح، فشعب بلا تاريخ شعب بلا ذاكرة. إذا كما قلت لكم النص على الأقل لازم يقراه التلميذ 4 مرات من بعدها يجوز إلى الأسئلة. السؤال الأول، متى يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انتصار الثورة؟ التلميذ يرجع إلى النص يبدأ يقرأ، إلى شفع الجواب أو شفوا يروح يتأكد من النص، إلى ما شفاش يعود يقرأ. يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انتصار ثورته المباركة على الاستعمار في 5 جويلية من كل عام. إذا متى يحتفل؟ يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انتصار الثورة في 5 جويلية. هذا هو الجواب ليأخذ عليه نقطة كاملة. من نتذكر في هذه المناسبة؟ اكمل يقرأ. وتكون الفرصة ثمينة لنتذكر شهداءها ومجاهديها الذين صنعوا النصر. إذا نتذكر شكون اللي نتذكره؟ نتذكر في هذه المناسبة شهداءنا ومجاهدينا، يعني معليش إلا كملتوا الذين صنعوا النصر، مي بصح ماشي لازم، المهم نقولوا شكون اللي نتذكره. كيف يكون الشعب بلا تاريخ؟ التلميذ يكمل يقرأ ويحوس يلحق هنا. فشعب بلا تاريخ شعب بلا ذاكرة، يكون الشعب بلا تاريخ إذا كان بلا ذاكرة. الآن قالوا لنا هاتي أضداد الكلمات التالية من النص. عمو قالوا من النص، ما نروحوش نديروهم من راسنا، نديروهم نروحوا للنص نحوسوا على الضد تاع الكلمات ونحطوه. اذا عموما بعد ما نحوسوا في النص على الضد تاع عموما، انا رايحين نصيبوا بالخصوص على الخصوص. اذا الضد تاع عموما هو خصوصا. انهزام العكس تاع انهزام. نحوسوا في النص كذلك انا رايحين نصيبوا انتصار، العكس تاع انهزام هو انتصار. ننسى العكس تاع ننسى كذلك نحوسوا نصيبوا. نتذكر العكس تاع ننسى هو نتذكر. الان نروحوا الى الجزء الثاني. استناو ندير لكم انزوم باش يبان لكم خير. اعرب ما هو مسطر في النص. ناخذ النص تاعنا، ما لازم كي يجي الاعراب ما تروحوش زعما هنا وبعد تروحوا ديرك تشوفوا هذه تروحوا تعربوها سطر بسطر، نمشيو سطر بسطر حتى نتاكدوا اللي عربنا كل الكلمات جميعها. اذا يحتفل الشعب، يحتفل الشعب، يحتفل وشنو هو الاعراب تاعو؟ فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. من يحتفل؟ شكون اللي راهو يحتفل؟
الشعب، إذن الشعب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نكمل السطر هذا، خلاص الكلمات. نروح للسطر الثاني، عفوا الثاني ما كاين حتى كلمه. نروح للسطر الثالث، شهداءها. ماشي تصيبوا شهداءها تروحوا تعربوها ديريكت، لازم تقراو كل الجمله باش تخرجوا منها الاعراب. اذا لنتذكر شهداءها، هنا شكون اللي راهو يتذكر؟ حنا اللي رانا نتذكروا. ماذا نتذكر؟ نتذكر شهداءها. اذا شهداء، نبداو نعربو شهداء، هنا نحبسو هنا. شهداء هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. شوفوا قاعدتها، كل ضمير يكون متصل باسم يعرب مضاف إليه. إذن شهداءها، الهاء ضمير وهو نقول وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه يكون مجرور. نروح إلى الكلمات اللي قعدوا، نزيدوا هنا. الذين صنعوا النصر، ماذا صنعوا؟ صنعوا النصر، كذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نكملوا نحوسوا ماكاش. وكان الابداع سلاحا. شوفوا لو كان رحتوا ديريكت الابداع ورحتوا عربتوها، تعربوها ما باليش انا فاعل ولا اكو رايحين تغلطوا، لكن كي تقراوا الجمله كان الابداع سلاحا، تصيبوا كان اللي هو فعل ماضي ناقص، تعرفوا بلي الابداع راهو مرفوع. اذا اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. كان سلاحا، سلاحا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الضمة، عفوا علامة نصبه الفتحة وليس الضمة، الفتحة الفتحة الظاهرة على آخره. الآن مراه، اجعلي الأفعال التالية ماضية. هذه الأفعال عطوها لك مضارعة، هاي لك يصحو يبكي يبقى إلى آخره، قال لك رجعوها ماضية. يصحو صحى، يبقى بقي، يرمي رمى، يدنو دنا، يبكي بكى، يحلو حلى، ويسعى سعى. كانت أفعال مضارعة رجعناها ماضية. أدخل أداة جزم على الأفعال التالية، يتمكنون، يكتبان، يجري، يدنو، تلعبين. أداة الجزم لم يتمكنوا، لم يكتبا، لم يجري، لم يدنو، ولم تلعبي. بعد ما دخلنا أداة نروح إلى السؤال الأخير، يطلبوا منا استخراج مضاف إليه، صفة، فعل مضارع منصوب، واسم موصول. نبدأ بالمضاف إليه. المضاف إليه هي عبارة عن كلمة معرفة معناتها فيها الألف واللام، تكون بعد كلمة نكرة، اسم نكرة، عفوا اسم معرف بالألف واللام يجي بعد كلمة نكرة. صيانة الاستقلال، واش راكو تلاحظوا؟ هذه راهي نكرة صيانة، مراها كاين الاستقلال راهو معرف، إذن هذا عبارة عن مضاف إليه. حمل الأمانة، هذا راهو نكرة لازم له مضاف إليه اللي هو الأمانة. إذن المضاف إليه تكتبوا لهم صيانة الاستقلال، وما تنسوش ما تروحوش تخلوها هكا، لازم تسطروا تحت الاستقلال. حمل الأمانة لازم تسطروا تحت الأمانة باش تعرف الأستاذة بلي الأمانة هي مضاف إليه والاستقلال هو المضاف إليه. وكذلك يقدر يكون المضاف إليه عبارة عن ضمير يتصل باسم، يكون متصل باسم، مثلا شهداءها، وتحوطوا لها يعني ديروا لها دائرة على لها هذا بلي هذا هو المضاف إليه. مجاهديها كذلك دوروا لها على لها هدايا اللي هو مضاف إليه، ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. طلبونا كذلك نخرجوا صفة،
الشعب الجزائري. إذا الصفة تتبع الموصوف، هاي ليك معرف هي كذلك معرفة. إذا الجزائري تكتبوا لها الشعب الجزائري وتسطروا لها تحت الجزائري هكذا باش تعرف الأستاذة بلي الجزائري هي صفة. طلبوا لنا كذلك نخرجوا فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب لنتذكر. نتذكر هو فعل مضارع منصوب واللام هي أداة النصب. اسم موصول هو الذين. الذين صنعوا الاسم المنصوب هو الذين. إذا هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم تاع اللغة العربية اللي درناه، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. عندكم أي سؤال سقسوني وقولوه لي في الكومنتر، سحقيتوا أي حاجة كذلك قولوها لي في الكومنتر. وبالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة.